جديدي زوم 60 قيس حطي شل نص نهار مواصلين معاكم في أخبار الساحل. أهلا وسهلا بالجميع. أخبار الساحل في زوم 60 قيس. كما قلنا في البداية باش نحكي اليوم على معامل الإلية بالساحل. المعامل هذية ولا المعامل هذوما اللي تبعنا الأخبار متاحهم الوقفات الاحتجاجية اللي كانت بالنسبة للعمال الناس اللي تحب ترجع تخدم على رواحة زيدا كيف كيف تحب تخلص في شهرها والمتخلدات بالذمة خطر عائلات عائلات وعائلات اليوم ما تستقات من معمل هذية اللي توقف لمدة أشهر. توا نحكي على عودة واستئناف العمل في معامل الآلية بالساحل بعد مفاوضات كبيرة برشا وبعد احتجاجات كانت صارت من قبل العمل. حكينا على 20 أوت كموعد أولي للعودة، ما فماش 20 أوت، تأجل إلى 14 سبتمبر. اليوم 14 اليوم 16 سبتمبر زعما بعد نهارين فما عودة ولا ما فماش. سي حمزة عبد الرزاق كاتب عام النقابة الأساسية لمعامل الآلية بالساحل هو اللي باش يجاوبنا على الموضوع هذا. يصبح الخير ومرحبا بك سي حمزة. ألو الو الو سي حمزه، منيش نسمعوا فيك بالباهي. تسمعوا فيا توا هكا نسمعوا فيك بالباهي والصوت واضح. بي اليوم 16 سبتمبر من المفروض تكونوا رجعتوا للخدمه نتاعكم. للاسف الشديد اليوم من بعد الاعلام اللي هبطت الاداره العامه يوم 24 اود استئناف العوده للعمل، هبطوا بلاغ جديد اللي كنتم تعرفوه نهار 14 سبتمبر. حتى البلاغ الجديد اللي هبطوه ملتزموش به وأجلوا العودة للعمل. هبطوا بلاغ جديد بدون تحديد موعد وبدون ذكر أي مستحقات للعمال والنظر ولفت بالنظر للوضع الاجتماعي للعمال. بلاغ علموكم فيه أنه العودة ولا استئناف العمل باش يتأجل من غير ما قعدتوا على طاولة المفاوضات، من غير ما حكيتوا، من غير ما توصلتوا ديريكتومون. هذا هو بي الخطوه الجايه بالنسبه ليكم وبالنسبه للنقابه في المعامل هذايا. العمال اليوم اللي ما خذوش المستحقات نتاعهم، العمال اللي قاعدين تقريبا من ماي كان مانيش غالطه في الشهر اللي قاعدين بلاش شهريات، وفما شكون اللي نلقاو المراه والراجل يخدموا مع بعضهم في نفس المعمل، دونك عائله كامله من غير مستحقات ومن غير فلوس، كيفاش عاملين وشنو هي الخطوات اللي باش تقوموا بهم المده الجايه؟ واضح. اليوم خليني ساعة نحكي على ولو حتى بعجالة على الوضع الاجتماعي المتردي داخل في صلب عمال شركة المعامل الآلية بالساحل. اليوم بعد 4 و5 شهور العمال بدون أجر، بدون تغطية اجتماعية، تعددت معناها المواسم من رمضان العيد الصغير العيد الكبير، وطوى قدام العودة المدرسية اللي نعرفوا احنا العودة المدرسية للمواطن التونسي شنو تعني وشنية الأهمية نتاعها. اليوم ثم وضع اجتماعي متردي على الاخر، وينجم يخلق احتقان كبير، نجم الله لا يقدر تصير حوايج اللي هي معناها ما يحبها حتى حد. وديما نرجع احنا باللوم وباللوم الكبير على السيد المستثمر اللي وقت اللي هبط البلاغ ساعه دم استئناف شركه للنشاط نتاعها ما ذكرش وما تطرقش بالكل للوضع نتاع الوضع الاجتماعي نتاع العمال. هذا اللي خلينا في حيره كبيره، وكانه العمال عنده هو قطيع او حتى هي الماكينات في المعمل تسوى عندها قيمه. اليوم كانه اصبحنا في تونس الزاد البشري ما غير قيمه نظرا لعدم التفات المستثمر بجدية كبيرة فيما في مستحقات العمال. نجيو توا احنا لشنو اللي انتظر فينا احنا كنقابة أساسية وكعمال؟ رانا كنقابة أساسية وكعمال مستحيل احنا باش نسلموا في الشركة نتاعنا ومش نسلموا مستحقاتنا. احنا عندنا زوج قضايا. القضية الأولى هي إعادة فتح الشركة، والقضية الثانية هي مستحقاتنا اللي مستحيل زادا نسلموا فيهم. اليوم مش نستعملوا الوسائل الكل مش نستعملوهم باش نوصل صوتنا أكثر وباش نسترجعوا حقوقنا، لأن بعد عديد الاحتجاجات اللي عملناهم وحتى وصلنا للضرب من طرف الأمنيين، اليوم السلطة لا حياة لمن تنادي. اليوم السلطة سلطة أمام وضعية كارثية في سوسة. يا سلطة تأخذ بعين الاعتبار وضعية شركة المعامل الآلية بالساحل وتدخل تدخل فوري وعاجل
لإيجاد الحلول اللازمة. كيما شنو التدخل اللي تقترحوه انتوما مثلا من السلطة؟ سي حمزة احنا نذكروا قبل كان فما تدخل معناها توسطت الولية باش انه ترجع الخدمة وانتوما تاخذوا الأجور نتاعكم زادة كيف كيف العمال الكل ياخذوا الأجور نتاعهم، لكن يظهر لي الإشكال اليوم على مستوى البنوك على مستوى القروض. نجم نجاوبك اختي لك لهنايا بالنسبه للمشاكل الموجوده، المشاكل الاقتصاديه اللي موجوده في الشركه، راهو المستثمر هو المسؤول عليها كل مره، ونعمل معاه جلسه الا ويتعلل بالبنوك. راهو البنوك انت يا سيد يا مستثمر انت المسؤول عليها، انت المؤهل باش تشوف الحلول هذيك، مش العامل، مش العامل. اليوم من بعد ما تخلص الشركه من 2008 لحد الان عندنا الحجج محاضر الجلسات كل مره نقعد مع الإدارة نتاعنا أموها مرة في الشهر وننبه رانا الطريق اللي نخدم معاه مش توصلنا لطريق مسدود. اليوم الحلول احنا قعدنا في بيرو السيد الوالية مشكورة عديد المرات وعندنا محاضر جلسات وعطينا الحلول، عطينا الحلول ما أكثرش من كون التنازلات اللي عملناها، وصلنا قلنا نقبلوا ب 65% من الصالير نتاعي على أساس نعمل شوماج تكنيك بثلاث شهور ومن بعد ترجع الشركة للنشاط تاعها. هما ما التزموش، علاش نقول السلطة؟ لأنك السلطة ثم قانون في البلاد. اليوم احنا عملنا اتفاق، شكون اللي عنده البوفوار باش يطبق القانون هذاك؟ اليوم السلطة ثم قانون في البلاد تلزم السيد المستثمر، وعملت تدخلات قد مرة في الإذاعات وديما نعاودها الكلمة هذه. علاش المواطن البسيط؟ نعطيك مثال وسامحني فيه، وقت اللي نمشي ناخذ فريجيدار أو تلفزة أو اللي هو من أي نقطة تبيع وناخذها على شهريتي بالتقسيط، إذا ما نقعد شهر شهرين ما نخلصش، يا بك عاد المنفذ ديراكت والإجراءات القانونية تصير ضد ديراكت. علاش مع رجال الأعمال ما يصيرش هذا؟ اليوم راهي كارثة بأتم معنى الكلمة. اليوم في سوس 450 خدام مشرد بلا أجور بلا منح، واليوم عودة مدرسية بربي اللي عنده ثلاثة وأربعة صغار وهو مرته يخدموا معنا، حتى مش هو مرته يخدم معنا، شنو مش يعمل لهنا؟ يسرق يخطف، شنو مش يعمل؟ معناها الكارثة الاجتماعية هذه راهي تخلق برش حوايج مشومة، لأن العباد احنا بالكل مالناش كيف كيف. ثم ممكن أي نعطيك والله ثم من زملائي اللي فكرني يفكر في عمليه انتحاريه والعياذ بالله. يفكر في عمليه انتحاريه ما لقاش منين. وضعيه اجتماعيه تنجم تخلي العباد توصل للحاله هذه، نتفهموا هذا سي حمزه. بالطبيعه. لكن شنو الحلول؟ نوضح نقطه اخرى، نوضح نقطه اخرى، راهو السيد المستثمر قاعد يتعلل بحكايه البنوك. اليوم البنوك انت عندك مدير عام في الشركه خلص فيه بالشهريه الفلانيه وموفر له الكهرباء الفلانيه، يسمو يلتزم المستثمر والمدير عام تاعو مع البنوك ويشوف اموره هو. انا كعامل شو اللي الواجبات اللي عندي؟ نتواجد في مقر العمل نتاعي، نقوم بواجباتي، نخدم على روحي وناخذ شهريتي اخر الشهر. هذا اللي توجب علي انا كعامل. اليوم احنا كنقابه اساسيه وصلنا معناها عملنا اعطينا افكار للاداره، عطينا افكار الاداره باش نتجاوزوا الحلول هذه، ورغم طيحنا شويه من مستحقات العمال مع هذا الاداره ما التزمتش. القرار اللي خذوه بغلق المؤسسه بعد الكوفيد في ماي هذا قرار كارثي، والسيد المدير العام والسيد المستثمر يتحملوا المسؤوليه الكامله في الاجرام. نقولها كلمه الاجرام، العمليه الاجراميه اللي صارت في حق عمال المعامل الاليه بالساحل. اليوم قد ما نعبر على غضب العمال، قد ما نعبر على الوجيعة اللي يحسوا فيها العمال، ما نجمش نوصل كلامهم حقيقة، وجيعة كبيرة برشا. اليوم بعد الثورة يصير فينا هكا 450 خدام كنا نخدم روحنا نلقاهم مشردين بلا أجور، والسلطة راهي تقول عملت تدخلات، لكن تدخلات يا سيدي راك سلطة، التدخلات تاعك تدخلات تكون فعالة وتفرض عليه السيد المستثمر، تفرض عليه، لأن في دولة فيها قانون. كوش اللهم احنا ولينا في دولة ما فيهاش قانون ولا تغابة. واضح. بيه سي حمزة الخطوات الجاية، احنا حكينا شوية في الأوف، فما بعض النقاط اللي تفهمتوا انكم باش تمشيوا نحوها المدة هذية على اثر القرار، قرار تأجيل استئناف العمل الى اجل غير مسمى يظهر لي، ما عطاوكمش دات اخرى. ما عطاوش حتى دات معينة للرجوع للعمل. اي دونك الخطوة الجاية احنا بتبيع معناها كرقابة سية ومعناها وعمال ما نشوفش قد مكتوب في الأيدين. عندنا عديد التحركات اللي مش تصير سواء أمام مقر الولاية أو أمام الشركة باش ترجعوا للاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية كما شفنا الفترة اللي تعديت. وقفات احتجاجية سيتم إعلانها إن شاء الله في
في وقت آخر إن شاء الله وقفات احتجاجية كذلك. زاد بالنسبة للتحركات الاحتجاجية اللي مش نقوم بها لهنايا راني نوجه لوم كبير على السلطة إذا صارت بعض التجاوزات أو صارت أي تدخل أمني ما هو شو بلاصة ضد العمال لأنك السلطة تتحمل مسؤوليتها. اليوم علاش نقول أني ملول؟ احنا في وضعية اجتماعية كبيرة برشا. اليوم العامل وقت يقعد 4 ولا 5 ولا 6 شهور ما يخلصش ما تعرفش عليه شنو يعمل، ما عادش نجم يسيطر عليه حتى حد، وهذا يوقعنا المرير. لكن هذا كثير سي حمزة زيد ما لازمناش نبرو نحن للأحداث الشغب والعنف. لا ما ناش نبرو في أحداث الشغب، احنا بالعكس احنا نوجهوا للسلطة باش تدخل حتى نتفادى أعمال الشغب وما يصيرش الشيء هذا. احنا ضد أعمال الشغب، ضد عمل الشغب لحد الآن. تجب تسأل لحد الآن احنا ما عملناش الوقت الاحتجاجية رغم كانت العودة نهار الاثنين، علاش؟ حتى نتفادى أحداث الشغب وحتى نعطيه فرصة للإدارة، نعطي فرصة للإدارة وللسلطة باش تدخل. ومن هنا نكلم يا سيدة يا والية من فضلك يلزمك تعمل تدخل عاجل. اليوم عندك عودة مدرسية، إيش مش يعملوا الخدم هذوما؟ أعملوا تدخل عاجل، ما تجيب ليش 100%، جيب لي 30% على الأقل طوى. جيب لي 30% على الأقل، هات نحلوا المشكلة متاعنا، نحلوها تدريجيا. أما اليوم أمام الصبت الرهيب من السلطة والصبت الرهيب من الإدارة العامة اللي هي مسؤولة عن الشيء اللي صار، الصمت الرهيب إيش تمثل؟ الآن الشركة مسكرة والعمال ماهوش يتقاضوا في الأجور متاعهم. واضح. بي شنو تحبوا يصير في بين هذوما الاثنين؟ سي حمزة احكي لنا زيد على انكم مطالبين طالبوا اليوم باش يتدخل في معناها ياخذ تكون فما يكون فما متصرف قضائي على الشركة. بطبيعة الحال ان شاء الله دونك باش تمشيو يعني امام 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 سياسة الهروب نتاع السيد المستثمر. احنا مضطرين باش يتعين متصرف قضائي على الشركة كما صار في البان السيدي بوعلي وعدد الشركات. واضح. هذو على قليل زوز نقاط اللي يمكن الايامات الجايه تنجم توضح اكثر الرؤيه بالنسبه لعمال الاليه بالساحل. نشكرك برشا سي حمزه عبد الرزاق، تحيه كبيره برشا ليك وتحيه لعمال الاليه من شركه الاليه المعامل الاليه بالساحل في سوسه بعد الاحتجاجات اللي شفناها زاد كيف كيف وبعد الغضب اللي شفناه من عند العمال، واليوم الغضب ملموس في صوت سي حمزه يذهل يعبر على العمال الكل وعلى غضب العائلات الكل اللي تستقات من المعمل هذايا وقت اللي يغيروا على المؤسسه نتاعهم، وقت اللي يتحرموا من الاجور نتاعهم، وقت اللي يحبوا المؤسسه نتاعهم ترجع تخدم حتى لو كان كما قاعد يقول يقدموا تنازلات 30% 60% من الاجور، المهم العباد ترجع تخدم وترجع تخدم. احنا هكا نكونوا كملنا زوم 73 بالنسبه لليوم، تحيه كبيره برشا ليكم الناس الكل، ميرسي بوكو على التفاعل معنا في زوم كان بالتليفون والا زاد على المساجات. غدوه الموعد يجمعنا بكم من 10 حتى نص نهار. شكرا ليك باسم يعطيك الصحه، ميرسي بوكو ريم تيكي شبيل يعطيكم الصحه الناس الكل، سي وربنا حميده زاد كانت معنا في الترام البرة، تحيه للناس الكل. ان شاء الله الموعد يتجدد معاكم غدوه من 10 حتى نص نهار. باي باي وفي لمنا